تراجع بنسبة 20% في عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين منهم الذين وصلوا السواحل الإيطالية على امتداد الأشهر الثمانية الماضية، هذا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كشف عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن إحصائيات موصوفة بالتقريبية نشرها منتصف الأسبوع الماضي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. وأضاف الناطق الرسمي باسم المنتدى والمكلف في ملف الهجرة رمضان بن عمر أن عددهم بلغ 9283 مهاجرا مقابل 11742 السنة الماضية. السبب الأول هو السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي كان فيه برشا حديث حول الهجرة، خاصة منذ فيفري 2023. هذا خلى المراقبة الأمنية تكون كثيفة على السواحل، وخلى ربما عديد من المترشحين للهجرة يتردوا في المشروع الهجري غير النظامي بتاعهم قبل القيام به. ايضا الى المقاربه الامنيه اللي كانت معتمده على السواحل التونسيه، اللي عندنا هذه السنه اكثر من 40 ألف مهاجر غير نظامي تم منعهم من الوصول الى السواحل الايطاليه، وهي نسبه زادت تقريبا ب 116%. وسجل عدد الواصلين السواحل الإيطالية من ذوي الجنسية التونسية بطريقة غير نظامية خلال شهر أوت الماضي تراجعا موصوفا بالطفيف حسب إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية التي تحدثت في وقت سابق عن ما سمتها نسبا قياسية حتى مطلع جويليا الماضي في عدد الواصلين من المهاجرين غير النظاميين انطلاقا من تونس عبر البحر، تحدثت عن زيادة ب 377% خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام، أي بمعدل 268 عملية إنزال يومية. مهاجرين غير نظاميين التدفقات نتاعهم انطلاقا من السواحل التونسيه ارتفع، لكن هذا الارتفاع هو مش مسؤوليه تونسيه، هو اساسا مرتبط بالسياسات الهجريه الاوروبيه اللي ضيقت على هؤلاء المهاجرين عبر مختلف الخطوط نتاع الهجره، سواء كانت الشرقيه والى الغربيه والا في البحر الابيض المتوسط اساسا عبر ليبيا، ودفعتهم بطريقه غير مباشره على اعتماد الخط عبر تونس. ونقلت منظمة تشتغل على إنقاذ من تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط من مهاجرين غير نظاميين، نقلت مواجهتها لصعوبات على مستوى عدة سواحل أوروبية منها إيطاليا، وأضافت أنها تلقت طلبات بإعادة هؤلاء المهاجرين إلى المناطق التي أبحروا منها وغالبا ما كانت تونسية أو ليبية. وهذه إشكالية تطرح في سياق ما سماه البعض ابتزازا أوروبيا وتصديرا الأزمة نحو دول جنوب المتوسط التي تشابه عدة خيارات. عملية الترحيل القسري للأسف اللي تتم من دول الجنوب نحو دول جنوب الصحراء لدول المنشأ للمهاجرين هي حلول ظرفية ربما تروج فيها فقط الدول الأوروبية كحل لأزمة الهجرة. هذه الحلول تتطلب إمكانيات مادية كبيرة برشا لا تمتلكها دول الجنوب، وتتطلب اتفاقيات ثنائية بين هذه الدول، وتطلب مجهود دبلوماسي واستنزاف لقدرات دول العبور في مهام أو في إشكاليات لم تكن هي طرف فيها. مسؤولية إيجاد حل لأزمة الهجرة تعود أساسا إلى أوروبا. أوروبا عليها إيجاد حلول واتفاقات مع دول المنشأ بما يمكن من حفظ حياة وكرامة المهاجرين. ويقول الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن الحد من الهجرة لا يكون بعسكرة السواحل ولا بعمليات الترحيل القسري، بل بمراجعة أوروبا لسياساتها للهجرة مع دول الجنوب وعملها على إرساء السلم والأمن والتنمية والتضامن فيها. وعليه فمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس وبعبارته مجرد تجسيد لوجهة أحادية تعتمد على المقاربة الأمنية.